والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. اليوم غادي نطرق لواحد الطريقة. كاين بعض المرات فوتوكوبي كاين فيها شي مشاكل، ادي لك شي كود ولا شي تحل شي حاجة، شي فيشات ولا شي كسميتو فوتوكوبي، كي تجي تركب تردهم ولا هادي ولا تنسى تبقى خدام وهي شاعلة، كي تولي كتطفي وتشعلها ولا كتبغي تشعل كدير لك كود. هذاك الكود شي مرات عنده، ولكن راك عارف الكودات كيفرقوا بين كود وكود. كاين الكود بحال اذا كنت تدخل في الفوتوكوبي وهي شاعله، تقدر على الطريقه اللي غادي نديروها تقدر تخدم لك، مي الا كان عندك كود نتاع الفور ولا كود نتاع شي حاجه اخرى ما غاديش تقدر تخدم لك. الناس يكون عندك شي مشكل في الفور ضايع او سيلاندر او راكلات ولا ما شابه، ما غاديش تخدم لك هذه الطريقه. الطريقه الا كان شي ايرور بسيط كدير الكود انك خربت في شي حاجه وما هي شاعله وانت خدام، هي خدامه شاعله شاعلها وانت تقلع منها لي فيش، تقلع شي حاجه فوتوكوبي ولا، وكدير لك هذاك ليرور بحال تبلونطا. حنا غادي نديرو لها هاد التروبل ريزيت باش نعاودو نروديماريوها من جديد وتقلع هذاك الكود. غادي نشوفو الطريقه. كاين الطريقة الأولى، غادي هي الشاعلة على فوتوكوبي نمشيو نطفيوها. هذه أغلبية تصلح لجميع الفوتوكوبيات، أغلبية على الفوتوكوبي بحال هادو، هادو ولا القدام شوية ولا داك الستيل القديم بحال هادي، بحال هادو 501، كاين بزاف الأنواع. الأغلبية تخدم لهم نفس الطريقة. غادي نمشيو هذه ل 450 او، غادي نمشيو نشعلوها نحلوها غادي نطفيوها، غادي نطفيوها. كي تطفيوها غادي نمشيو نوطاو لها على البوطون الصفراء، خصك تبقى واطي، خصنا نبقاو واطيين ونشعلوها. احنا شعلناها، نستناو نصبروا عليها، نطو شوية راهم جايين هنا. معليش، ها هو الكود، نقربو لكم باش تعرفو. هاي توبل ريزيت، دقيقة، هذه هي تعطيكم هاد لاباج هكا، صافي كي تعطيكم هكا غادي نوطاو عليها. ها هي كي توطا عليها غادي تعطيك لوكي. ها هي لوكي، نقرب لكم شويه الاوكي. ها هي صافي، غير تعطيكم اوكي هكا، نخرجو كنمشيو نطفيوها. نطفيها ونعاودو نشعلوها، صافي. ولا كان المشكل اللي قلت لكم تاع ايرور ولا بحال شكل بلوكاج تعطيكم كود، تشعلها غادي ديماري لك. اذا كان حاجه اخرى ايرور اخرى صافي، راه خصك ما تصلح شي حاجه اخرى بحال هكا، يخرج لكم نورمال، تشعل نورمال عاديه هكا صافي. هذه هي هذا ما كان في هذه الحلقة. نشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.